عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنشكركم بزاف على الدعم، تبارك الله عليكم. اليوم غندير معاكم هاد السلطة. بالنسبة دابا نيت الحل بدا يسخن، نديرو هاد السلطة. شوفوا معايا تا لاخر، عندي هنايا بطاطا سلقتها قطعتها، عندي هنايا الذرة، الخيار قطعته دوائي، عندي هنايا المطيشة قطعتها بعلاش الشكل، بسطة شلطتها، فلفلاتاية قطعتها هكا طريفات صغار. بالنسبة لهاد السلطة غادي نرافق معاها كفتة ديال السردين، السردين عفوا السردين نقيتو وغسلتو، المهم وصافي وطحنتو، راكم عارفين كيفاش كطحنو. درت عليه العطرية البزار، كان عطرية ديال الحوت، الخرقوم، التحميرة، شوينية، كل شي، من ستة شي حاجة ملعقة، كل شي، كمون، صافي وخلطهم. وانا كورت على هذا الشكل، اللي ما جمعتش لي يقدر يزيد الروس. انا درت له بحال هكا هذا الشكل صافي. ودابا درت الزيت تسخن ليا باش نقليها. بعد ما سخن لي الزيت درت الكبسه ديالي تقلى، دابا غندوز نخلي الفلفل عفوا الكبسة ديالي تقلى، ندوز نوجد السلطة ديالي. غادي ندير البطاطا والمايس، نضيف عليهم الفلفل والبصلة، نرجع نكمل السلطة ديالي. عندي هنايا درت دانون بسوس، المقدار اللي غيناسبكم في السلطه ديالكم. عندي هنايا دانون بسوس، شويه الملح، شويه البصل، شويه من الخل او عصير الحامض، والثومه الا كانت عندكم طريه من الاحسن تحكوها، انا درت ثومه غبره. صافي غنخلطهم، هو اللي غنسقي به السلطه ديالي. قولي ديما السلطه ديالي ما نعرفنا ديال الجيران. صافي دابا غنخلط هاد الصوص اللي خويت، المرة الجاية غنحضر معاكم هاد الصوص خطوة بخطوة، كيجي زوين الصراحة.